المحاضرة الثالثة قلنا شنو بيها؟ المحاضرة الثالثة قلنا بيها الريجسترات والسيجمنتيشن. السيجمنت بالذاكرة والريجستر بالسي بي يو. ريجستر نسموها جنرال، الجنرال بيربز ريجستر اللي هي ذن اذا تشوفونها اذا واضحات. الاكوميوليتر والبيس والكاونت والديتا. كل واحد بيهم اصيح له اذا كان 16 بت يكون اي اكس بي اكس سي اكس ودي اكس. فكل واحد بيهم راح يتكون من 16 بت. وينفصل الى 8 بت فيكون اي ال او اي اتش. مثل ما موضح اي ال او اي اتش، اي ال 8 بت واي اتش 8 بت، مجموعهم يصير 16 بت يكون لي الاي اكس. وينطبق الحكي على الاي والبي والسي والدي اللي هم الجنرال بيربز ريجستر. هذه الريجسترات ذني تكون ذات اهداف عامه. اوكي، هذا تكون ذات اهداف خاصه السبيشال بيربز ريجسترز، وهي بها اربعه ريجسترات. اول شيء عند الستاك بوينتر، وعند البيس بوينتر، والسورس اندكس، والرابع الديستنيشن اندكس. اذا نجي على السيجمنت ريجسترز، السيجمنت ريجسترز عندي اربعه جدا مهمات لازم نحفظهن: الكود سيجمنت، والداتا سيجمنت، والستاك سيجمنت، والاكسترا سيجمنت. اول انواع الادرس تايب عندنا اللوجيكال ادرس. اللوجيكال ادرس هو العنوان المنطقي، اوكي؟ فراح ياخذ السيجمنت ونقطتين والاوفست. يعني شنو؟ يعني مثلا راح يعطيني سيجمنت، مثلا داتا سيجمنت يعطيني قيمه، والداتا سيجمنت مثلا يقول لي مثلا يقول لي صفاره، كلها صفاره، ويعطيني قيمه الاوفست هم فد قيمه. فراح اكتب قيمه الداتا سيجمنت نقطتين وقيمه الاوفست بعد. هذا هو اللوجيكال ادرس. عندي الفيزيكال ادرس. الفيزيكال ادرس يختلف عن اللوجيكال ادرس. اوكي، الفيزيكال ادرس هو عنوان حقيقي او فيزيائي. اوكي، يعني عنوان فيزيائي شو اسمه للذاكره. اول شيء راح ينطيني دائما داتا سيجمنت، مو داتا سيجمنت العفو، انما ينطيني ريجستر. اوكي، ريجستر هذا ممكن يكون او ممكن ينطيني ريجستر، ممكن ينطيني ريجستر، او ممكن ينطيني ميموري سيجمنت. الريجستر نعرفها نحن، الريجسترات اي اكس بي اكس سي اكس دي اكس، هذا من الجنرال بيربز ريجسترز. والسبيشال بيربز ريجسترز اللي هن ذنا الستاك بوينتر، البيس بوينتر، والسورس اندكس، والديستنيشن اندكس. زين، بينما هذا اني السيجمنتيشن، ميموري سيجمنتيشن، الكود سيجمنت، والداتا سيجمنت، والستاك سيجمنت، والاكسترا سيجمنت، فهو لازم ينطيني واحد من عدهن بالفيزيكال ادرس. راح يمثل لي من هو؟ راح يمثل لي السيجمنت. وبعدها راح ينطيني شنو؟ بعدها راح ينطيني اوفست. راح ينطيني اوفست وراها. نشوف هو راح يطلب فيزيكال ادرس، فاحنا شو نسوي؟ نضيف للسيجمنت صفر ونجمع معاه الاوفست. زين؟ والجمع يكون بالهكساديسيمال مثل ما تعلمناه. اول شيء نضيف صفر للسيجمنت، وهذا هو الاوفست. هو مثل ما قايل هذا هو الاوفست. وهذا هو السيجمنت منطيني تحديدا الداتا سيجمنت. زين، جمعنا جمع عادي بالهكساديسيمال. اوكي، بعد ما ضفنا صفر، الصفر نضيفه على الداتا سيجمنت. زين، الصفر نضيفه للسيجمنت. انا عندي شغلتين بالفيزيكال ادرس، واي حتى بالموف يعني، او خليها قاعده بالماده هذه كلها. تمام، من نضيف صفر نضيف للسيجمنت، سواء كان داتا سيجمنت، ستاك بوينتر، مدري منو، اي اكس بي اكس، ما له علاقه، ريجستر او سيجمنت، هو اللي نضيف له صفر. الاوفست اللي يجي وراها ورا السيجمنت، الاوفست ما نضيف له اي شيء، اللي هو هذا. اوكي، الاوفست ما له علاقه، بينزل مثل ما هو. اما السيجمنت هو اللي اضيف له صفر، واجمع الاوفست مع الداتا سيجمنت بعد ما اضيف صفر. شلون الجمع راح يكون؟ مجرد جمع بالهكساديسيمال. زين، اوكي، ورا ما ضفنا صفر شلون راح نجمع؟ نضيف صفر للاي، اي زائد صفر نزلت الاي. سهله مو؟ الثمانية زائد اثنين هي حرف اي، عشرة هي اي. زين؟ والثلاث زائد الاي 13 يعني دي، نزل الدي. بعد منه الاربعة زائد الاف 15 زائد الاربعة، قد راح تصير 19. تمام؟
عشان اقول اقول 19 ناقص ايش قد؟ تسعتاعش ناقص ستة ايش قد؟ ثلاثة مو؟ نزل ثلاثة عندي. التسعتاعش بيها كم؟ ستاعش بيها واحد، واحد يصير فوق السبعة، تصير واحد زائد سبعة تصير ثمانية، تنزل ثمانية، يصير عنده ثمانية ثلاثة دي اي اي تمام؟ وقلنا من يطلب من عند اللور رينج او الستارتنج بوينت اضيف للسيجمنت اربع اصفار، اضيف للسيجمنت اربع اصفار. ومن يطلب من عند الابر رينج او الاندنج بوينت اضيف للسيجمنت اربع افات، واكتب ناتج الجمع مع اربع افات. اوكي يظل عند من هو اللوجيكال ادرس. اللوجيكال ادرس هو هذا اول واحد، هذا هو. ناخذ السيجمنت نخليه بنقطتين بدون الهكسه، بدون هذا علامه الهكسه، اللي بالاخير الاتش اللي بالاخير الغيه، الاتش اللي بالاخير الغيه مثل ما تشوفون. واخلي شنو؟ السيجمنت، واخلي نقطتين ورا الاوفست مثل ما كاتب هو. اذا تشوفون 7 اف اي 2 بدون ما اضيف صفر وبدون لا اضيف اتش. زين هذا هو اللوجيكال ادرس. اذا كان يحكي لي عن تداخل او كاتب لي اوفرلابينج او اشوف هذه كفر سيجمنت كفر رينج ما ادري شنو، من نشوف هاي الكلمات معناها الرقم الثاني ما له علاقه بيه اصلا، احنا ما شفنا اوفست، ما شفنا كلمه اوفست. زين ف الرقم الثاني شو اسوي بيه؟ اخليه للمقارنه فقط. اجي كل شغله يصير على الرقم الاول، الرقم الاول اللي هو هذا اضيف له صفر، ومره اجمعه مع اربع اصفاره، ومره اجمع مع اربع افات. ناتج الجمع مع اربع اصفاره ايش راح يمثل لي؟ ما رايد فيزيكال ادرس، مو مثل هذا ترى، ما رايد فيزيكال ادرس، تفهمني؟ يحكي لي عن تداخل، يحكي لي كفر، يحكي لي رينج، ما ادري شنو. انت راسا يجي على بالك هذا الموضوع انه الرقم، واصلا هو ما كاتب لك اوفست، واضح؟ ما كاتب لك مثل هذه العباره اوفست. فراسا يجي على بالك منه هذا الموضوع ان الرقم هذا ما لك علاقه به، تنطي صفر للداتا سيجمنت. زين انطيت صفر للداتا سيجمنت، ايش راح تسوي بعدها؟ اول مره تجمعه مع اصفاره، ثاني مره تجمع مع اربع افات. الناتج الاول مع اصفار راح يمثل لي نقطه البدايه، والناتج الثاني مع اربع افات راح يمثل لي نقطه النهايه. بعدين نبدا نقارن القيمه. هسه جت فائده هذا الرقم، راح نبدا نقارن الرقم هذا مع منو؟ مع الناتج النهائي اللي هو نقطه النهايه. اذا كان اصغر من عدها معناها شنو؟ معناها الداتا سيجمنت يغطي هذه المسافه أو أو, او 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 عناوين الذاكره اللي هي 6 7 اف 6 6. بما انه نقطه النهايه اكبر، اذا هذا الموقع يقع ضمن المدى مال الداتا سيجمنت. وضحت الفكره؟ فهذه القيمه اكبر من هذه القيمه، اذا هذه العنوان ما يقع ضمن المدى مال منه؟ مال الداتا سيجمنت. اذا انتم فاهمين الفكره ما راح تواجهون اي مشاكل، واذا ما فهمتوا قولوا لي اعيد. ايه هو شوف هسه هذا نقطه البدايه، هذه شلون عرفناها نقطه البدايه؟ العفو هذه نقطه البدايه شلون عرفناها؟ جمعنا الداتا سيجمنت مع اربع اصفار، صارت عندي هذه نقطه بدايه. اوكي ماكو مشاكل؟ بالضبط هو هذا، هو هذا الشكل يشتغل. ويدك هو هذا الشكل يشتغل، انه نقطة البداية تكون جوا، نقطة النهاية تكون فوق. تمام؟ ف قايل لي هل هذه القيمة تقع ضمن المدى، المدى مال شو اسمه؟ مال الداتا سيجمنت؟ انا ايش ما ادري اني غير اتحقق. اول شيء اجمع الداتا سيجمنت، اضيف صفر واجمع مع اربع اصفار، عليش؟ على مود اطلع نقطة البداية. تمام؟ هذه نقطة البداية. زين وضفت وجمعت مع أربع افات طلعت عندي نقطة النهاية. هذه نقطة النهاية، تمام؟ هذه القيمة قايل لي هل تقع ضمن المدى هذا من هنا من هذه النقطة لهذه النقطة؟ واضح؟
سعد المهم فهو قايل هل هذا القيمة تقع بين 6 7 8 و6 7 بين 5 7 8 و6 7 8؟ لا ما تقع لانها اكبر، هي فوق بعد، فوق اكثر، فهي مو بين هذه وهذه، هي فوق اكبر. اوكي نعطيني مثال. Determine the physical address when x extra segment is 650 and offset address is destination index 4767. ايش رايد؟ رايد الفيزيكال ادرس تمام؟ عافية. الاوفست ما تاخذ صفر. اي نجمعهن مع الداتا، مع شو اسمه العفو الديستنيشن اندكس دي اي. ايش قد راح يطلع الناتج؟ راح نضيف صفر هنا تمام؟ صفر زائد سبعة راح يعطيني سبعة تمام؟ وستة زائد صفر راح يعطيني ستة، يعني بالاخير سبعة ستة. ها ها مو دي ايش قايل؟ اللي قايل لي هذا هو اوفست تمام، وقلت لك من وجه وراء اوفست ما نضيف. هذا هو قلت لك اي واحد من ذني الفوق اعتبره هو السيجمنت، هو اللي اضيف له صفر ذن الفوق هذا. هذا اي واحد من عدهن هو اللي نضيف له صفر. segmentation وين كنا؟ زين هذا ايش قايل؟ راح يطلع عندي 7 و6 تمام؟ زين اجي اقول 7 زائد 5 ايش قد؟ 7 0 7 لا 4 زائد 5 راح يطلع عندي 9 و6 تنزل، يعني راح يطلع 6 9 7 6 7 ستة تسعة خمسة ستة سبعة. ليش؟ وين من اليمين؟ هسه ضفت صفر أربعة خمسة ستة سبعة، وما هو غلطان، هو غلطان، هذا منطينا قيمة أربعة سبعة ستة سبعة، وهي نستخدمها أربعة خمسة ستة سبعة. احنا ما نقول نضربها في 10، احنا قلنا نضيف صفر، وها هي حتى لا تدوخون، نضيف صفر لهذا زين للسيجمنت. هو من يشوف ناتج، فهو من يشوف ناتج مضبوط يعني شو اسمه يعتبرك فاهمه. فايش قلنا هنا؟ منطيني فيزيكال ادرس جاهز، ومنطيني انستراكشن بوينتر اللي هو راح يمثل راح يمثل يعني انه يريد مثلا موقع الذاكره مع الفيزيكال ادرس زائد الانستراكشن بوينتر، فمجرد اجمع ذول الاثنين. يعني اذا انطاك فيزيكال ادرس خلاصه انطيكم اياها من الاخير. اذا انطاك فيزيكال ادرس جاهز مباشره نجمع مع الرقم اللي وراه. بس جمع اعتيادي، لا اضيف صفر ولا هم يحزنون، جمع اعتيادي. اذا راد هسه هو ما رايد فيزيكال ادرس، دير بالكم ما رايد فيزيكال ادرس. اذا راد فيزيكال ادرس احنا شلون نشتغل؟ مثل هذا الشغل مالنا. وين هذا الفول؟ نضيف صفر للسيجمنت ونجمع مع الاوفست. هذا شيء يريد فيزيكال ادرس. لا هنا بهذا المثال شو مسوي؟ هو منطيني فيزيكال ادرس، ما دام هو منطيني فيزيكال ادرس اجمع جمع اعتيادي بدون ما اضيف اي شيء. اول شيء قايل لك انا اريد منك فيزيكال ادرس، انت شو تسوي؟ تضيف صفر للداتا سيجمنت وتجمع مع الاوفست. هذا مني هو يطلب فيزيكال ادرس. هو شوف قايل لك كالكوليت ذا فيزيكال ادرس، يعني احسب الفيزيكال ادرس، يعني هو يريده مطلب. اوكي فانت تضيف صفر للداتا سيجمنت وتجمع مع الاوفست. هسه انتهينا منها، هو رايد الفيزيكال ادرس، هذه النقطة وضحت تمام. اذا طلب من عندي نقطة بداية او لور رينج اجمع مع اربع اصفار، اجمع منه الداتا سيجمنت او السيجمنت، السيجمنت اضيف له صفر واجمع مع اربع اصفار اطلع اللور رينج نقطة البداية تمام. من تشوف هذه الكلمة لور رينج او تشوف ستارتنج بوينت شو تسوي؟ تجمع مع اربع اصفار. ما دام الاسئلة بالانجليزي وقلت الجواب بالانجليزي
انتبه على الكلمات هذا، انه شنو لور رينج، شنو ستارتنج بوينت، شنو ايش وقت يريد فيزيكال ادرس، ايش وقت هو ينطيك قيمه الفيزيكال ادرس، لازم شويه تنتبه. مثلا هنا هو منطيك الفيزيكال ادرس قايل لك وين، وين كنا نشوف، شوف هو منطيك قايل لك فيزيكال ادرس، هذا قيمه الفيزيكال ادرس، مو طالب هو منطيك، فلازم نفرق ونشوف. اي بالضبط، بدون ما اني اجي اسوي مثل هذا الشغل. حلو، قايل الابر رينج يعني شنو نقطة النهاية، اضيف الاوفست بعد ما انطي صفر، اضيف مع اربع افات يطلع لي الناتج، وعرفنا شلون نجمع بالهكسة. تمام، اذا طلع الرقم اكبر من 16 اطرح منه 16، الناتج ايش راح يكون؟ ناتج الطرح انزله هين، ايش راح يظل عندي؟ راح يظل عندي اقسم الرقم على 16، باقي القسمة يصعد باليد فوق، ناتج القسمة، العفو ناتج القسمة بدون باقي، إذا عندي باقي أهمله. تبدأ من اليمين حجي، F زائد صفر نزل لي F، من اليمين تنزل على اليمين، F زائد اثنين شقد؟ 15، 16، 17، 17 ناقص 16 نزل واحد. هذا الأخير هو اللوجيكال أدرس. اللوجيكال أدرس مجرد تنزل السيجمنت وتنزل شنو الاوفست، تنزل السيجمنت والاوفست بدون لا اضافه ولا اتش ولا صفر ولا جمع ولا طرح. المهم هسه عندنا منه، عندنا الادرسنج مود اللي هي طرق العنونه. طرق العنونه اول نوع من عندها الايميديت ادرسنج اللي هي العنونه المباشره. شنو هي العنونه المباشره؟ مثلا راح نجي نستخدم شنو، نستخدم اعازات على مود نعنون عنونه مباشره عن طريق اعاز الموف مثلا. اوكي، الموف ايش ياخذ؟ ياخذ سورس وياخذ ديستنيشن. السورس هو المصدر والديستنيشن هو البعد اللي راح ياخذ القيم من السورس، اللي هو الديستنيشن خلينا نقول هو اللي ياخذ القيم من السورس. ف هذه القيم اللي راح تمثل السورس، والبي اكس راح يمثل الديستنيشن، فقيم السورس اللي هي 7000 راح تتخزن بالبي اكس. اوكي، البي اكس نفرض البي اكس هاي، العفو البي اكس ندري انه بقيم هاي ولو، تمام. ف الصفرين بالبدايه هذا راح تروح وين؟ للال للو، والصفر والسبعه راح تروح للهاي للبي اتش. زين، تخزن الصفرين بالبي ال وتخزن صفر سبعه بالبي اتش، تمام. نجي على سي اكس، معايا ابو سعود؟ نجي على سي اكس، عندي صفر هين، صفرين بالبداية راح على المين؟ راح على السي ال، والصفرين والخمسة والأربعة راح على السي اتش، تمام؟ يعني هسا الصفر هذا الصفرين بالبداية شنو؟ 8 بت، والخمسة والأربعة شنو؟ 8 بت، هذا السي اتش وهذا السي ال، أجمعهم شو يصيرون؟ سي اكس، يعني شو يصيرون؟ 16 بت، تمام؟ زين، اجي على الاي اكس، خمسة وصفر صاروا بالاي اتش بالاي ال، والصفرين اللي وراها صارن بالاي اتش. نجي على اي ال، واضح؟ هسه الاي ال شلون راح تصير؟ ها؟ الاي ال موف واحد اف الى اي ال، هذه راح تتحول قيمة الواحد اف الى الاي ال، والاي اتش ما لنا علاقة بها. زين، راح نحول قايل لي موف اي اكس ومنطيني قيمة صفر اف سي ثمانية. زين، الثمانية والسي راح تروح للاي ال، والاف والصفر راح تروح للاي اتش. هذا نفس الحالة، القيمة الاربعة اي راح تروح للاي اتش، والاي ال ما له علاقة بها لان هو ما منطيني اياها. لو منطيني اي اكس كان غيرت بيها. نجي على الدي اكس، قايل موف دي اكس واحد اف صفرين، راح احول صفرين للدي ال، والدي اتش راح يتحولها واحد اف، تمام.
النوع الثاني اللي هو register addressing mode، احول من register الى register. مثل اقول move ix bx، قيمة ال bx راح تتخزن بال ix وهكذا. تمام. ها سواء الميموري ادريسنج مود راح نستخدم بيها اقواس الذاكرة. من عنده اقواس ذاكرة يعني هذا ميموري ادريسنج. شلون راح احل هذا الميموري ادريسنج مود؟ نفس الفيزيكال ادرس بالضبط. تمام. اضيف صفر للداتا سيجمنت واجمع ويا شو اسمه، بس ما راح اقول اوفست، راح نقول افكتيف ادرس. زين، راح اجمع اضيف صفر للسيجمنت واجمع ويا الافكتيف ادرس، ونفس الفيزيكال ادرس بالضبط. هو نفس الفيزيكال ادرس، هم نضيف صفر للسيجمنت وهم نجمع، بس ما نجمع مع اوفست، نجمع مع افكتيف ادرس، نجمع مع القيمه اللي بين الاقواس. اوكي، هسه نشوف المثال بالله. شوف، منطق بي اكس 1000 ومنطق داتا سيجمنت 2000. انا شاري اريد الداتا سيجمنت. زين، الداتا سيجمنت هو راح يمثل لي السيجمنت، والبي اكس اعتبره كانه هو الاوفست، هو الافكتيف ادرس. فراح اضيف صفر للداتا سيجمنت واجمع معه هذا اللي هو الافكتيف ادرس. تمام، او نقدر نقول الاوفست. تمام، والله كلها نفس المواضيع وما بها اي اختلاف، ترى مجرد اختلاف تسميات وبالمواضيع بس. حلو، صفحة 39 منطيك هذا الديسبليسمنت، هذا ريجستر ما ادري شنو. زين، ومنطيك محتوى البي اكس قايل لك هو 4000، منطيك محتوى الاس اي سورس اندكس 0300. زين، منطيك الكونتنت مال الداتا سيجمنت ريجستر 5000. تمام، اني اذا اريد اطلع الفيزيكال ادرس ايش راح اسوي؟ اول شيء لازم اشوف منو راح يمثل لي الداتا سيجمنت، ومنو راح يمثل لي شو اسمه، ومنو راح يمثل لي الافكتيف ادرس. معقوله كل ذولي يقدرون يمثلون السيجمنت بوجود الداتا سيجمنت؟ ماكو. اذا الداتا سيجمنت هو راح يمثل السيجمنت، وذول الباقي الديسبليسمنت والبي اكس والاس اي هم شنو؟ هم راح يمثلون الافكتيف ادرس. انا شلون استنتجت هذا الشيء؟ انه الداتا سيجمنت ريجستر من يكون موجود هو راح يكون السيجمنت. واضح؟ ف ايش راح نسوي؟ راح نجي نضيف صفر، نضيف صفر المنو لهذا السيجمنت، هو راح يمثل السيجمنت. هذا هو دول القيم الثلاثه الديسبليسمنت والبي اكس والاس اي راح يمثلون الافكتيف ادرس. دول ثلاثتهم اجمعهم على مود يطلعوا لي الافكتيف ادرس. تمام، قول جمعناهم وطلع لي ناتج جمع دول الثلاثه الفوق. قول سوينا هالشكل. ايش راح نسوي بعد؟ ورا ما نضيف صفر للداتا سيجمنت راح نجمعهم. عزيزي، عندك ثلاث ريجسترات، ديسبليسمنت وبي اكس وسورس اندكس. اول واحد قيمته 0020، الثاني 4630، والثالث 0302. زين، ومنطيني قيمة الداتا سيجمنت. الداتا سيجمنت هو راح يمثل السيجمنت دائما، اذا الداتا سيجمنت موجود فهو راح يمثل السيجمنت. تمام، شوف بالله ايه مضبوط. ايه، فقلت لك اذا الداتا سيجمنت موجود هو يمثل السيجمنت. اذا انا شو اسوي بالسيجمنت؟ دائما قلت لك السيجمنت نضيف له صفر، ما بها اي نقاش. واضح؟ يبقى عندي شنو؟ اريد اشوف من هو الاوفسيت اذا كنت تريد فيزيكال ادرس. عافيه، اجمعهم كلهم مع بعض ليش؟ عم تطلع اذا اريد فيزيكال ادرس ولا اريد اوكي او اريد ميموري لوكيشن. المهم، فراح اجمع ذولي كلهم
تمام، راح يطلع لي ناتج الافكتيف ادرس نصا. اي حلو، احنا نحلها وهم نحل الاسئله الشهريه. هو كلها نفس الافكار تقريبا ترى، بس شنو هذا عندي الفرق انه ذول 3 ارقام راح اجمعهم على مود يطلع لي الافكتيف ادرس، ما منطيني اياه مباشره، قايل لي هذا هاك جاهز الافكتيف ادرس 4000 مثلا، مجرد اضيف صفر واجمع، ما انطاني اياها هالشكل، انطاني 3 قيم، اجمع ال3 قيم، يلا اضيف صفر للداتا سيجمنت، يلا اجمع. شوف شلون هذا الحل، شوفوا بس انتبهوا معي. عندكم 5000 الداتا سيجمنت، وضفت صفر المان للداتا سيجمنت، لان قلت لكم اذا الداتا سيجمنت موجود هو راح يمثل السيجمنت. تمام؟ زين. الداتا سيجمنت اوكي مثل لنا السيجمنت، الباقي شنو؟ الباقي ذول 3 اللي حددتهم، اذا تشوفون نجمعهم. ها شوف هذا هو شلون كاتبها، بي اكس زائد اس اي زائد ديسبليسمنت، دول الثلاثة اجمعهم راح يطلع عندي افكتيف ادرس. زين، الداتا سيجمنت هو منو؟ هو السيجمنت. اوكي، فايش راح نسوي؟ نجمع ناتج دول الثلاثة زائد الداتا سيجمنت بعد ما ضفنا له صفر، ما يحتاج له، راح للقاضي. 5 4 3 2 0 هو الناتج هذا كله توضيح، ما مطلوب من عندك. هذا شوف، هذا أمثلة على نفس المواضيع، على نفس الموضوع اللي حكيناه. زين، تجمع تشكد ينطيك متغيرات، تعال اجمع لي. ما دام عندك داتا سيجمنت خلاص انهي، هو اللي راح يمثل السيجمنت، بس الداتا سيجمنت، عافية، مو بس الداتا سيجمنت. هسه عندك ذول الاربع، احفظ لي اياهم، ليش اقول لك ركزت عليهم؟ الداتا سيجمنت والكود سيجمنت والستاك سيجمنت والاكسترا سيجمنت، دول السيجمنت ريجستر تحفظهم. ذولي تقصد؟ ها هذول منو؟ هذول اوفست، هذول ايه جانا سؤال اصلا حتى بالشهريات وبالفاينل، تحسين جابه أستاذ تحسين العلم، هذا هو thank you and good luck.